الترند التاني معانا النهارده هو الاسم اللي كلنا مستنيينه، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. طبعا الموضوع تحول الى لغز، يعني بقالنا فتره مش يعني الموضوع خد اكبر من حجمه بشكل كبير جدا. اسماء كتيره اتعرضت، حتى الجنسيه نفسها. في الاول كنا بنتكلم هنجيب مدير فني اجنبي، مدير فني وطني، لغايه ما تم الاستقرار ان احنا هنجيب مدير فني وطني. طيب مين الاسماء المرشحه من الكبر اللجنه الفنيه الماسكه اتحاد الكوره في الوقت الحالي؟ قالوا لنا 5 اسماء، بدايتهم طبعا بالخبره: الكابتن حسن شحاته، الكابتن حسام البدري، الكابتن حسام حسن، الكابتن ايهاب جلال، احمد حسام مين. طبعا كل واحد له وجهه نظر، كل واحد بيحب مدير فني، ممكن يبقى عنده اختلاف مع مدير فني تاني. لكن في الوقت الحالي سؤال بيطرح نفسه: الجيل الحالي والظروف الحاليه لينا، مين الانسب من ال5 اسماء دول ليهم؟ انا في وجهه نظري ان الكابتن حسن شحاته هو الانسب في الوقت الحالي. ليه؟ عشان خبرته وقدرته على قياده المجموعه الحاليه من اللاعب. هل ده معناه ان الباقيين وحشين او الباقيين اقل منه فنيا؟ لا، ربما حتى يكون مثلا في بعض من الفنيين افضل فنيا من الكابتن حسن شحاته. في وجهه نظري افضل واحد فنيا في ال5 هيكون بالنسبه لي الكابتن ايهاب جلال، لكن الفنيات لوحدها ما تنجحش مدير فني المنتخب. ولازم يا جماعه نفرق بين حاجتين، بين مدير فني المنتخب ومدير فني النادي. المدير فني المنتخب مش مطلوب منه خالص خالص ان هو يعلم اللعيبه كوره، يعلمهم ازاي يقفوا، يعلمهم ازاي يتحركوا، لا هو بيعلمهم ازاي يطبقوا التكتيك بتاعهم، على خلاف المدير الفني للنادي. المدير الفني للنادي انت مجبر ان انت تعلم اللعيبه ازاي يتحركوا داخل، ازاي يتحركوا داخل الملعب، ازاي يقفوا صح، ازاي يخترقوا، ازاي، وطبعا اضافه لده ينفذوا التكتيك بتاعك. فلكن المدير الفني المنتخب هو اللي بيختار الافضل موجودين في الساحه او الموجودين في الانديه الموجوده في الدوله اللي انت بتدرب منتخبها، على عكس مدير فني للنادي اللي عنده قاعده اقل بكتير. بتكلم قائمه النادي 30 لعيب، انما قائمه المنتخب انت بتختار القائمه الحقيقيه اللي بتختار منها تتكلم من عشرات وربما مئات اللاعبين انت تقدر تختار ما بينهم الافضل. فانا بشوف ان الكابتن حسن شحاته هو ربما يكون الافضل من وجهه نظري، ربما يكون الكابتن ايهاب جلال فعلا لو كان عنده بعض الخبرات اللي اكتر من مجرد تجربته مع نادي الزمالك كنت ممكن فعلا ابقى مؤيد جدا. انا في وجهه نظري الكابتن ايهاب جلال هو الاكثر فنيات في الاسماء ال5، لكن ربما تنقصه امور كتيره تانية عشان نقدر نحطه في التجربه بتاعه منتخب مصر. دي حتى نفس الراي انا قلته بتاعه تجربه الكابتن ايهاب جلال مع نادي الزمالك. الكابتن ايهاب جلال حاول مع نادي الزمالك ان هو ياخدهم يعني لحقبه تانية من الكوره وحقبه تانية من طريقه اللعب، وكان حتى مصر عليها. شفنا لو نفتكر مباراه القمه ما بين الزمالك والاهلي كان فيها كابتن ايهاب جلال، وكان ساعتها الكابتن حسام بدري هو مدير فني الاهلي، ونادي الزمالك طبق التكتيك المعتاد للكابتن ايهاب جلال ان هو يعمل بيلدنج اب من عند احمد الشناوي لما كان حارس مرمى نادي الزمالك، ولكن طبعا ما قدرش يستحمل الضغط يعني اللي اتعمل عليه من النادي الاهلي ساعتها، وخسر المباراه 3-0، وجمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك ما قدروش يصبروا على اسلوب لعب الكابتن ايهاب جلال. وبالتالي انا برضو بشوف ان منتخب مصر ممكن في الوقت الحالي ما يقدرش يصبر على تكتيك واسلوب الكابتن ايهاب جلال اللي بيحتاج وقت عشان تاخد ثماره. اسلوب الكابتن ايهاب جلال لحد ما مش هشبهه بجوارديولا، ولكن هو مشتق منه، وبالتالي الاسلوب ده لازم تقعد عليه فتره طويله تعلمه للاعبين، وكل يوم تقعد تصحح معاهم لغايه لما تشوفه قدامك. وبالتالي في المنتخب انت ما بتقدرش تعمل ده. ليه؟ لانك عندك فترات طويله اللعيبه اصلا مش معاك، اللعيبه في انديتها بتاخدهم في معسكرات وفترات التوقف الدولي والماتشات الدوليه، وكمان انت ممكن يجي لك ماتش رسمي في وقت انت لسه فيه بتجرب، فهتعمل ايه؟ اذا خسرت الناس مش هتقعد تهتم انت بتعلمني ما بتعلمنيش، ماليش دعوه، انا ليا في الاخر النتيجه. فبالتالي انا بشوف ربما الكابتن ايهاب جلال واسلوبه ما ينفعش مع المنتخب في الوقت الحالي. طيب كابتن حسام بدري وكابتن حسام حسن بالنسبه لي تعاملاتهم الاداريه والانضباطيه ربما، واسلوبهم يعني داخل الملعب واسلوب التمرين، ربما ما ينفعش الجيل الحالي لمنتخب مصر، خصوصا وفي وجود محمد صلاح. ما اعتقدش ان الاسلوبين هيمشوا مع بعض، وربما اذا يعني كنا مشينا في الطريق ده هنلاقي مشاكل كتيرة. ميدو اكيد طبعا قدم مستوى فني جيد مع نادي الزمالك اولا لما كسب كاس مصر، وقدم لنا تجربة رائعة مع الوحدة السعودي في السعودية، ولكن برضو اشوف من مبكر جدا ان هو يقدر يتولى المنصب ده في الوقت الحالي.
لكن اكيد ترشيحه للمنصب يؤكد ان هو على الطريق، على التراك. النهارده ممكن النهارده جروبتك مع نصر مقصر تقدم مثلا، تطلع في المربع الذهبي، توصل فاينل كاس مصر، توصل الفريق للكونفدراليه، اكيد ده هيتحط في السي. ولكن تاني بشوف في ظل الاسماء الخمسه بس اللي هم طرحوا من اللجنه الفنيه للمسكة الاتحاد في الوقت الحالي للجمهور والاعلام ان هم دول الاقرب لتولي منتخب مصر، انا اشوف وجهه نظري ان الكابتن حسن شحاته هو الافضل لتولي المنتخب بصوره مؤقته، مش بصوره دائمه. نعدي بس الفتره دي ونقف على الارض، وبعد كده لازم بعد اكيد اقل من سنه، مش اكتر من سنه، لازم نكون بنفكر في جهاز فني اجنبي كامل، بالمدربين المساعدين، بالمحلل الاداء، بمدرب الاحمال، بمدرب حراس المرمى. نفس التجربه اللي نادي الزمالك طبقها والنادي الاهلي طبقها، اعتقد هو ده خلاص بقى الترند اللي جاي، وبالتالي ان شاء الله نشوف اذا اشتغلنا صح هنشوف مصر تاني بطله افريقيا، ومساله التاهل لكاس العالم مش هتجيلنا كل شويه بعد 30 سنه.